السلام عليكم، عيد سعيد مبارك للأمة الإسلامية جمعاء وللشعب الجزائري خاصة، وأخص بالذكر أطفالنا أبنائنا في كل مناطق الوطن. أهنئهم بهذه الهدية، أنا أعتبرها هدية العيد المفاجأة الرائعة، وأهنئ الساحة الإعلامية بهذا المولود الجديد، قناة عمو يزيد للأطفال. شكرا جزيلا لكل القائمين عليها وخاصة الفنان عمو يزيد، وجزاه الله خيرا على كل شيء راه يقدمه للأطفال ويسعد به الأطفال طبعا. وهنئ طبعا كل الأطفال كما قلت، وخاصة أيضا أطفال مواهب مدرسة حديدوان للتكوين الفني بالمسرح الوطني الجزائري. عيد سعيد مبارك على كل الأطفال. صح عيدكم لكل أطفال الجزائر، لكل مشاهدي ومتابعي قناة عمو يزيد، وبالبركة عليكم. هذه الإضافة اللي نتمنى وستضفي على المشهد الجزائري الكثير من الإبداع، الكثير من المتابعة المشاهدة أيضا لكل أطفالنا الجزائريين ولكل أطفال أيضا المغرب العربي. كل عام وأنتم بألف خير، معكم الإعلامي عبد الرزاق بن قيقة. السلام عليكم، معكم صحفي عمر بن رغطة قناة الحياة الجزائرية. بمناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى إن شاء الله تكونوا مناح، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير بإذن الله تعالى. تحية للجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج، وتحية لكل أطفال الجزائريين وأيضا الأمة العربية، تحية أيضا لأطفال فلسطين وأيضا للناس اللي راهم في المستشفيات، نقولهم إن شاء الله تعودوا لديوركم سالمين غانمين بإذن الله تعالى، وبالبركة عليكم هذه القناة الجديدة. السلام عليكم، مرحبا بكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير لأطفال الجزائر وخاصة اللي راهم يشوفوا فينا الجزائريين وعامة الأمة الإسلامية. ونقولوا لعمو يزيد يعطيك الصحة على المبادرة اللي درتها، ونقولوا لك بون كوراج في هذه القناة اللي هي 100% للطفولة الجزائرية وأول مرة في الجزائر، وإن شاء الله كامل يعاونوك ورانا معك. وتحياتنا كامل للطفولة الجزائرية، مع أخوكم عمر شنداري. صحة عيدكم، سلام. عيد مبارك لأطفال الجزائر، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، ونهنيو بالقناة الجديدة تاع عمو يزيد. كان معاكم محمد بن قسمية بطل العالم في الملاكمة السابق، والسلام. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأجمل التهاني وأطيب الأماني لأطفال المسلمين عامة وأطفال الجزائر خاصة، ومن هذا المنبر أحييهم وأقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. وكذلك نبارك لهذا المولود الإعلامي الجديد الذي هو إضافة للجزائر والوطن العربي، قناة عمو يزيد المخصصة والموجهة للأطفال. طبعا هذه القناة ستكون نافذة لأطفالنا أطفال الجزائر لغرس الوطنية وكذلك غرس مبادئ وأسس هذا الوطن الرحب والواسع.